موجودة في الجامعة إلا ليها توصيف الوظيفة بتاعها. بس بأمانة أنا شايفة إن بيغلب عليها الطابع الإنشائي أكتر إنشاء أكتر من اللي أنا حددت بوينت معينة التارجت بتاعتي. يعني أنا ما أجي أقول لك وظيفة الإدارة بس الإدارة دي اشرف على كذا واشرف على كذا واشرف على كذا واشرف على كذا، كلام كلام واسع. لكن أنا لما أجي تقول له أنت عملت إيه؟ بقول لك والله أنا ما فيش يعني ما فيش واحد بيجي الشغل يروح الشغل بتاعه هو عارف هو جاي رايح يعني. لا هو جاي رايح وبعد كده هيشتغل إيه؟ ما يوكل إيه؟ من القيادة بتاعه. من الرئيس بتاعه، روح اعمل كذا، روح اعمل كذا، لكن ما فيش واحد بيطلع من بيتهم وهو عارف هيعمل إيه؟ هيعمل إيه؟